صباح الخير يا متابعين فتح الفان الصباح لشركة وينز البروكر. هقدمه لكم كريم عقد اليوم 23 يونيو 2020، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن ذوق اليورو مقابل الدولار الامريكي. تداريات ايجابية اليورو مقابل الدولار الامريكي مع عودة ارتفاع شهيات المخاطر خلال تداريات امس مع تجاهل المستثمرين الزيادة في اعداد طبعا فيروس كورونا او الاصابات الجديدة بفيروس كورونا، والتركيز على مزيد من التحفيز طبعا من البنك المركزي الامريكي، وعلى مستوى العالم محاولة مرة اخرى التعافي وعودة فتح بعض الدول والحد من الاغلاقات طبعا على مستوى العالم. ده اللي ركز عليه المستثمرين امبارح، ولذلك عادت شهيات المخاطر مره اخرى وشفنا ارتفاع الاعدادات الماليه ذات المخاطر العاليه، بالاضافه لانخفاض الدولار الامريكي بعد البيان طبعا اللي جه اسوء من المتوقع. وهننتقل مع بعض علشان نشوف البيانات اللي ظهرت امبارح. امبارح كان عندنا بيان وحيد هو مبيعات المنازل القائمه الشهر لشهر مايو اللي جاب نتيجه اسوء من المتوقع 3,910,000، وكان متوقع عليه 4,120,000، والشهر الماضي كان 4,330,000. النهارده هنكون في انتظار ايضا بيان وحيد من الولايات المتحده الامريكيه هو مبيعات المنازل الجديده لشهر مايو، متوقع عليه 640,000، والشهر الماضي كان 623,000. ولكن كمان هيكون عندنا بيان من المانيا هو مؤشر مدير المشتريات الصناعي الالماني الشهري لشهر يونيو، متوقع عليه 41.5، والشهر الماضي كان 36.6. دي اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين الاداء الايجابي ومحاوله مره اخرى اليورو للثبات على 12.50، اداء ايجابي على الاي ام اي على السار، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، المسافه بدات تبعد بينهم، الفلات ترند والستوكاستيك، كل ده مدي اشارات ايجابيه. ينتظر بث اليورو ان هو يكسر 23.6 فيبوناتشي و 13.20، هذه الخطوه القادمه لمزيد من الايجابيه والارتفاعات لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكي. ولذلك نتوقع مزيد من الايجابيه بشرط كسر 13.20 علشان يروح لل 14 فلات وراها ال 14.90. مرة تانية كسر 13.20 وراها ال 14 فلات وراها ال 14.90. السيناريو الاخر والمعاكس هتحقق بكسر ال 11.40 وراها ال 10.45 واخر نقطة عند 960. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول ايمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.